خصوصا في ظل فشل يعني الحوار الاجتماعي. والشعب هو أن هذه الأسعار المرتفعة هذا الانهيار. طبعا الاتحاد الوطني للشغل المغرب طبعا يعني يحتفل باليوم العالمي للشغل تحت شعار تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة. نحن نعي جيدا على أن هذه الأسعار المرتفعة هذا الانهيار المتتالي للقدرة الشرائية، هذا الإجهاض الممنهج على قدرات الشعب المغربي في تلبية حاجياته الأساسية، إنما سيعصف بالتماسك الاجتماعي وأيضا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي. لذلك الاتحاد الوطني للشغل المغرب ينبه الحكومة من خلال هذه المنصة الأممية لإعادة المدار في سياساته الاجتماعية، خصوصا في ظل فشل يعني الحوار الاجتماعي ومحدودية مخرجاته التي لم تكن في مستوى انتظارات الشغيلة المغربية ولا في مستوى أزمة الاجتماعية التي يعيشها المغرب.